امتى اكون فريلانسر وامتى اكون موظف؟ سؤال بيتكرر في اذهان ناس كتير جدا جدا، ده كمان بيتكرر عندنا هنا في تعليقات القناه بشكل كبير قوي، ده غير الرسائل اللي بتجيلي يوميا على السوشيال ميديا عن ناس بتسال نفس السؤال. وعشان كارير البني ادم مننا ومستقبله اهم حاجه في الحياه، قررنا نعمل حلقه مخصوص جدا في زاك توك نتكلم فيها عن الموضوع ده. فالنهارده هنتكلم عن امتى اسيب الوظيفه واتجه للعمل الحر. اشوفكم بعد الانترو. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه الاخبار؟ معاكم محمد زقزوق من zackworks.com وzackworks.academy. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات زاك توك. زي ما قلنا قبل الانترو ان الحلقه بتاعت النهارده هتكون حلقه مهمه جدا لكل الناس اللي بتفكر ان هي تسيب الوظيفه اللي هي فيها حاليا وتتجه للعمل الحر. الحقيقه احنا من حوالي كام يوم كده عملنا حلقه اسمها وهم العمل الحر، والحمد لله الحلقه عجبت ناس كتير جدا منكم، ولكن كمان اثارت تساؤلات اكتر الحقيقه من الاعجابات نفسها، وناس كتير قوي خايفه، وكمان اولياء امور كلموني بيسالوا عن نفس الموضوع، هل ابني لو بقى فريلانسر هل ده كويس لمستقبله؟ هل اصلا العمل الحر يعني مجدي في النهايه ولا لا؟ ومش بس كده، ده في كمان ناس كلمتنا معديه سن الخمسين او في سن الخمسين فعلا، وبيشتكوا من العمل الحر او بيشتكوا ان الموضوع بقى اصعب من الاول. فكان لازم نتكلم النهارده في الحلقه عن امتى بقى اسيب الوظيفه واتجه للعمل الحر، بما ان التساؤلات كتير جدا. وزي ما قلت قبل الانترو ان حرفيا مفيش اهم من كارير البني ادم مننا او المستقبل، وبرضه في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الهروب من خوف المستقبل. فمكملين النهارده سلسله اسرار الفريلانسر، وهنتكلم او هنقول شويه نقط مهمه جدا الحقيقه انك تعرفها، سواء انت كنت شاب لسه بتبتدي حياتك او لو كنت حتى شغال في وظيفه معينه وناوي تنقل الكارير بتاعك نفسه كله او تغير المجال كله، او لو كنت مصمم جرافيكس او موشن جرافيك ديزاينر وناوي تنقل حياتك كلها لشغل العمل الحر او الفريلانسنج. شويه النقط اللي هنتكلم عنهم النهارده دول لازم تحطهم في دماغك وتكون متاكد انك تعملهم خطوه خطوه، لانهم فعلا حرفيا مهمين جدا. امتى بقى اسيب الوظيفه واتجه للعمل الحر؟ اول نقطه معانا النهارده هي انك مش متشاف. مش متشاف يا معلم، بمعنى ان مفيش تقدير، مفيش مقابل مادي مناسب انت بتاخده اصلا في المكان اللي انت فيه دلوقتي، او حتى مقابل معنوي، لان زي ما احنا عارفين كلنا ان المقابل بيكون نوعين، معنوي ومادي، وللاسف الشديد في ناس كتير لا بتاخد المقابل ده ولا ده. فانت قاعد ليه اصلا يا معلم في المكان اللي انت فيه؟ مستني ايه؟ وكمان لما تحس ان هم بيحلبوك حرفيا، او بتحس ان هم بيمصوا دمك، او ان انت بتدي اكتر ما بتاخد، او ان انت بتحاول تعمل اللي عليك وهم للاسف الشديد واكلين حقك، او بيخصموا منك كتير، او في تعنتات، او بيرخموا عليك يعني في التوقيتات او في الاجازات، يعني كلنا اعتقد ان احنا شفنا الحكايه دي او عدينا بيها او جربناها يعني، ودي تعتبر او تتحط تحت بند المعامله السيئه او الإدارة السيئة. فأعتقد إن أنت لو في مكان زي ده معلم لازم تمشي فورا، لأن هم حاجة من الاتنين، لإما هم إدارة فاشلة أصلا، لإما هي أصلا الإدارة بتحاول تمشيك بس مكسوفين يقولوا لك اتكل على الله، علشان طبعا قانون العمل، وهم ساعات بيخافوا من قانون العمل برغم إن احنا معظم شغلنا ملوش عقود، ولكن هم بيخافوا برضو من قانون العمل لو رحت اشتكيت أو حاجة زي كده إنك أصلا تخرب لهم الدنيا يعني. ففي ناس كتير بتخاف من الحكاية دي لكن مش بيقولوا لحد. فلما تحس إنك مش متشاف لازم تمشي فورا. النقطة التانية بقى والمهمة جدا الحقيقة، ان شخصيتك تكون فريدة من نوعها، او مختلف او متميز عن غيرك. في ناس مش بترتاح وسط فريق عمل او في بيئة عمل، او مش بيحب اصلا جو الشركات، يعني بيكره تماما انه يصحى الصبح بدري الساعة 7 الصبح او 6 الصبح وينزل يشرب كوباية النسكافيه ويجري يروح الشركة بتاعته، والساعة 5 6 يكون لامم دنيته وماشي. في ناس بتكره جدا الروتين اليومي ده وشايفينه قاتل وشايفينه مش بيحقق لهم اي رغبة من رغبات حياتهم، بل بالعكس الموضوع ده ساعات بيأثر عليهم سلبا جدا في حياتهم كمان النفسيه. فلو انت شايف نفسك في البيت افضل وشايف ان موضوع الشركات ده مش جايب همه، او لو انت كمان كانت مهارتك عاليه او ان انت عندك سكيلز اكبر من اللي الشركات اصلا محتاجاها، فانت في الوقت ده برضو يا معلم لازم تمشي، او لازم ما تشتغلش اصلا في شركات. يعني لو انت مثلا عامل بورتفوليو محترم، او لو انت شايف نفسك بتشتغل في اكتر من مجال او متميز في اكتر من حاجه، ان مفيش مكان هيستوعبك يا معلم. ويمكن من ضمن الكلمات الكتير اللي كنت بسمعها او الفيدباك يعني من بعض الشركات، ان يجي يقول لك انت اوفر كواليفيكيشن، او انت فوق المتطلبات اللي احنا عايزينها. ودي يمكن على فكره هتخلينا اتكلم في حته تانية، ان بعض الشباب بيغلطوا الغلطه دي وهما بيقدموا في شركات. على فكره الشركات مش محتاجه ان انت تكون بتعرف تعمل كل حاجه، هما محتاجين تخصص واحد او تخصصين بالكتير قوي، لكن انك تعرف تعمل 5 6 7 مجالات فده هما مش محتاجينه اصلا، بل بالعكس هيرفضوك تماما
لما بقى تبقى الحمار بتاع الشركة، ناس في اللفظ يعني. فكونك شخصية فريدة من نوعها أو متميز أو أوفر كواليفيكيشن، فمرحبا بك في عالم الفريلانسنج، لأنه هيرحب بك جدا يعني. فالعمل الحر محتاج الناس دي قوي يعني. النقطة بقى التالتة، إنك لازم تكون عامل احتياطي نقدي، أو من الآخر كده يعني بالبلدي شايل فلوس على جنب. فلو أنت ناوي تسيب الشركة، أو لو أنت شخص فريد من نوعه وأوفر كواليفيكيشن زي ما اتفقنا وناوي تسيب الشركة اللي أنت فيها، لازم تتأكد تماما إنك يكون عندك غطاء نقدي يا معلم، أو احتياطي نقدي، يعني شايل لك قرشين على جنب حلوين كده يكفوك لمدة 6 شهور أو لمدة سنة لو قدرت تعملها، لأن أكيد هيعدي عليك 2-3 أو يمكن 4 مفيش فيهم شغلة خالص في وقت الركود السنوي اللي كلنا عارفينه يعني. فخلي بالك من الحكاية دي، لأن احنا شغلنا برضو مواسم، فلازم تكون عامل حسابك يا معلم إنك تكون شايل قرشين على جنب أو مخبيهم بقى تحت البلاطة، شوف أنت هتحطهم فين عشان في وقت الركود ده يكون الموضوع يعدي على خير وبسلام يعني. افتكر في فتره من الفترات من 5 سنين تقريبا، لما نويت ان انا اعمل زاك ووركس اكاديمي وقلت خلاص ان انا مش هشتغل في شركات تاني، وعملت فيديو على اليوتيوب بيقول الكلام ده ويمكن معظمكم شافه، افتكر ان انا كان ساعتها معيش غير 2000 جنيه تقريبا. فوعتي اغلط غلطتي يا معلم يعني، عشان ما تبهدلش يعني. الحمد لله انا ما ببهدلش ولا حاجه، ربنا بعت الحمد لله الرزق، ولكن كان يعني قرار مجنون الحقيقه في وقتها، مش عامل حسابي خالص عليه. ولكن الحمد لله عدت، وادينا هو الحمد لله قاعدين وبندردش مع بعض. واعمل حسابك او اعمل حساب المستقبل يعني، لو ناوي لازم تعمل يعني شويه فلوس كده تركنهم على جنب. النقطه الثالثه بقى، ودي برضو مهمه جدا الحقيقه، انك يكون عندك مهارات تواصل جيده جدا يعني، جيده بس لوحدها مش كفايه الحقيقه، انك تكون بتعرف تتفق مع عملاء وتتكلم معاهم وتوصل او توصل العميل لحاله الرضا الكامله عن شغلك. لازم تبقى شاطر قوي في الحكايه دي. وعلى فكره ان شاء الله في حلقه قريب باذن الله بحضر لها، هتكون بتتكلم عن السر الوحيد، الطريقه الوحيده اللي ممكن تقنع بيها العميل بشغلك حتى لو الشغل ده مش عاجبه. فان شاء الله انتظروا مني الحلقه دي قريب، هنبقى بنتكلم يعني عن سر وحيد وشويه اسرار معايا كده كمان، ازاي ان انت تقنع عميلك بشغلك، وازاي كمان تقدم شغلك للعميل بشكل احترافي بحيث انه اصلا ما يعرفش يرفض ولا حتى يطلب منك تعديلات. ولو نفسك تعرف ازاي تهرب من التعديلات، كنا عاملين حلقه هسيبها لك في الكارد اللي هيطلع هنا بتقول ازاي تهرب من التعديلات. فلو انت اشتغلت او اتعاملت مع اكتر من عميل قبل كده والموضوع نجح معاك والمشروع استمر، فاعتقد انك دلوقتي جاهز انك تسيب الوظيفه وانك تتجه للعمل الحر باذن الله. النقطه اللي بعد كده مش فاكر الحقيقه رقمها كام، هي انك تكون عندك خبره كافيه بالمجال اللي انت شغال فيه. يعني مثلا يا معلم، لو انت لسه زيرو او ابيض في الحكايه، او بتقول يا هادي اوعى تشتغل فريلانسر، اوعى تكون في سنه اولى شغل وتقول انا هبقى فريلانسر، انت كده بتدمر مستقبلك تماما قبل ما يبدا اصلا. انت في البدايه محتاج انك تشتغل في شركات كتير على فكره عشان تفهم بيئه العمل، حتى لو انت بتكره الشغل، وحتى لو انت فريد من نوعك، وحتى لو كل النقط اللي قبل كده متوافقه معاك. لازم لو انت في اولى سنه شغل لازم معلم تشتغل في شركه وتحتك بسوق العمل، لان ده هيعلمك كتير جدا جدا. ويمكن في يوم من الايام تبقى حابب تفتح الشركه بتاعتك، فهتفتحها على اساس ايه؟ لازم تكون فاهم كويس جدا سوق العمل ماشي ازاي، التعامل مع التيم ورك ومع المدير ومع الاقل كمان من المدير ازاي التعامل بيكون. يعني الحماس ما ياخدكش وتقول والله انا عم خدتلي 2-3 كورسات وانا شاطر في مجالي وراجل متميز والبورتفوليو بتاعي كويس وخلاص هكون فريلانسر. انت كده بتدمر كاريرك قبل ما يبدا. وافتكر كلامي عشان ما تندمش، يعني انا ما سبتش الشغل بتاعي او الوظيفه او حتى شغل الشركات غير بعد تقريبا 9 سنين او 10 سنين شغل في شركات. بعد كده قلت انا هنفرد تماما بنفسي، وده علمني ايه؟ علمني حاجات كتير جدا، كفايه ان انا عندي علاقات كتير قوي مع كل الناس اللي اشتغلت معاهم قبل كده، والحمد لله تربطني بيهم علاقات جيده، وكل فتره بروح ازورهم وهم كمان بيجوا يزوروني. لو انت لسه في البدايه او لسه جونيور، فلازم تبقى عارف الحكايه دي، ما تستعجلش يعني، خد الامور او خد السلم بالتدريج عشان ما تجريش وبعد كده تكتشف ان انت اصلا كل اللي تحتيك ده فارغ او فراغ. فاوعى تغلط الغلطه دي. النقطه برضو المهمه جدا، وهي انك يكون عندك تجارب سابقه في العمل الحر، يعني تكون مثلا اشتغلت لك 3-14 مشاريع وانت شغال برضو في الوظيفه، يعني تحاول كمان وانت في الشركه اللي انت شغال فيها دلوقتي انك تاخد شغل جانبي فريلانسنج عشان تعرف تتعامل تحت ضغط. وانا شاب صغير عندي 23 سنة تقريبا، كنت بشتغل 3 شغلانات، كنت بشتغل في شركه من 8 أو 9 لحد 6 بالليل، وكنت برجع البيت كنت بشتغل مع شركه فريلانسنج كانت بمرتب شهري، وكمان كان معايا شغل فريلانسنج وكنت بشتغله لحد الفجر. الفتره دي تقريبا قعدت فيها سنه ما كنتش بنام غير 2 ساعة،
عملت فيها فلوس كويسه جدا، حققت تقريبا كل احلامي. الفتره دي كنت دايما بحلم ان انا يبقى عندي الكاميرا بتاعتي الخاصه والعدسات والكشافات، وفعلا الحمد لله قدرت احقق الحلم ده. وافتكر ان انا ما كنتش بفطر اساسا، يعني كل الفلوس اللي داخله لي دي ساعتها كنت بحوشها بالكامل على جنب علشان احقق حلم الكاميرا والعدسات والاضاءات والكلام ده. وفعلا بعد السنه دي عملت الحمد لله الاستوديو بتاعي وطورت نفسي في حته التصوير. فاشتغل شغلانه واتنين وثلاثه وخد شغل فريلانسنج، وما ترفضش اي شغل حتى لو كان بفلوس قليله، انت محتاج الخبره دي يا معلم. فلو ما عندكش تجارب سابقه وناوي تبقى فريلانسنج، اوعى برضو تبدا الحكايه دي قبل ما يكون عندك على الاقل 10 او 15 تجربه في العمل الحر، عشان تبقى عارف هل انت فعلا يعني بتعرف تعمل الحكايه دي، ولا الموضوع مجرد رغبة أو زهق، أو ممكن يكون ملل من روتين أو من شغل يعني الوظيفة يعني. النقطة بقى اللي بعد كده، وطبعا هي أهم نقطة فيهم أصلا، إنك يكون عندك بورتفوليو محترم. لازم تكون متأكد تماما إن البورتفوليو بتاعك مليان شغل، وإن البورتفوليو ده أنت لما بتوريه لأي حد بتكون مفتخر كده إنك بتوريه لحد، يعني ما فيهوش عيوب أو ديفوهات مستخبية. لازم البورتفوليو ده يكون على أكمل وجه، لأن هو ده وجهتك، وهو ده يعني المسوق بتاعك أو الماركتير، وهو ده أصلا كمان برضو اللي هيبيع لك الشغل بتاعك بعد كده، وهو برضو مصدر الثقة والمصداقية ليك. حاجات كتير قوي البورتفوليو بتاعك بيعملها من وراك وانت مش عارف الحقيقة. فلازم تكون مجهز بورتفوليو كويس جدا وقوي جدا جدا. وطبعا كنا عملنا حلقات قبل كده كتير عن البورتفوليو، تقدر ترجع تشوفها بالتشانل، اكيد هتفيدك جدا. مش عايز ارغي في النقطه دي كتير لان اتكلمت عنها قبل كده، واكيد برضو هتكلم عنها بعد كده يعني. لكن بقى النقطه اللي جايه هي مهمه جدا الحقيقه، وهي انك بتكون بتعرف تنظم وقتك وبتعرف تكون مدير نفسك. لان الفريلانسنج صدقني ممكن ياكل يومك اكل، ممكن كمان تبقى بتتمنى وبتحلم وبتدعي ربنا ان اليوم يكون 85 ألف ساعة مش 24 ساعة، لانك ممكن تقعد طول اليوم تشتغل وما يكفيش. ده غير انك ممكن تضيع ايام كتير واوقات كتير من غير حتى ما تشوف اهلك ولا اصحابك ولا حتى تنزل ولا تحلق دقنك. حاجات كتير قوي يا معلم ممكن تضيع في وسط ما انت بتشتغل فريلانسنج، وممكن تقعد كمان 4-5 ايام من غير اكل ولا شرب ولا نوم. ويعني اسمع مني يعني، او اسألنا انا، فانا عديت بالمرحلة دي. ولكن الحمد لله الفترة الأخيرة قدرت الحمد لله أن أنا أنظم وقتي وأبقى مدير نفسي. طبعا أنا بكذب دلوقتي أكيد، طبعا كل فترة من الفترات بيبقى عندك ضغط شغل أكيد، يعني بتبقى محتاج برضو أن أنت تضغط نفسك شوية، ولكن أنا بحاول بقدر الإمكان أن أنا أضبط الحكاية دي. صعبة شوية أنا عارف، ولكن يعني كل فترة لازم تحاول تظبط الحكاية دي، تعمل لنفسك وقت وتعمل لنفسك جدول وديدلاينز برضو، وتشوف إيه اللي أنت محتاجه دلوقتي، إيه أولوياتك وهكذا. لان الموضوع لو صرح منك يا معلم صدقني مش يعني مش هتعرف تخطط الحمام من الاخر يعني. في نقطه بقى انا كنت اتكلمت عنها الحلقه اللي فاتت وعايز اكد عليها الحلقه دي، وهي الالتزام. الفريلانسنج التزام، يعني لو انت فاكر انك هتبقى قاعد بالشورت والفانيلا ومفخد في البيت والفلوس عماله تترمى عليك من كل حته، يبقى انت فاهم الموضوع غلط تماما، او اصلا مش فاهمه خالص. العمل الحر محتاج مجهود جبار، لان ده اصلا مشروعك الخاص. انت تقريبا فاتح مشروع فعلا، ولكن اونلاين مش على ارض الواقع، او ما عندكش مثلا محل او بتجيب بضاعه او حاجه زي كده، ولكن هو مشروع خاص انت اللي بتكبره وانت اللي بتديره وانت كمان المسؤول عن تطويره. فالموضوع كبير يا صديقي مش صغير. وعلى فكره انت بتتعب اصلا اكتر من شغل الشركات، يعني انت لو في وظيفه فانت تحمد ربنا اصلا انك مش فريلانسر، لان شغل الفريلانسنج صدقني متعب جدا. لان في الاخر انت في الشركه من 9-5 وبتاخد مرتب اخر كل شهر، لكن تخيل بقى انت قاعد في البيت وانت المسؤول عن ان انت تدخل المرتب ده. وطبعا عشان تحقق الكلام ده وعشان تحقق النجاح ده، فلازم تكون ملتزم باتفاقك مع العميل، وتكون كمان ملتزم بتقديم افضل جوده ممكنه للعميل ده من شغل. وطبعا اكيد انت لازم تكون ملتزم بالديدلاين، وملتزم كمان ان العميل يكون راضي عن الشغل اللي انت هتقدمه، ويكون راضي تماما عنك اصلا وعن مؤسستك الفرديه دي. وملتزم طبعا بوقتك مع عائلتك، لان اوعى تنسى برضو ان في ناس مننا متجوزين، وفي ناس عندها اطفال، وفي ناس عندها اصحاب. ده غير بقى كمان التزامك الشهري، لو انت مثلا بتاخد اشتراك ادوبي او عامل اشتراك في اي موقع من مواقع الموسيقى التصويريه او المزيكا، لو انت يعني شغال موشن جرافيك ديزاينر زي حالاتي كده، فلازم تبقى عارف ان كل الحاجات دي التزامات عليك، فلازم تكون ملتزم بيها وان انت تحققها على اكمل وجه ممكن. فالعمل الحر بين قوسين التزام، ولازم تدير الالتزام ده بكل احترافية ممكنة، إما كده وإما مش هتقدر تعمل أي حاجة معلم. وكلمة أخيرة بقى علشان ننهي الحلقة دي، لازم تبقى فاهم إنك كونك موظف أو إن أنت موظف
ده ما يعيبكش خالص ولا يقلل منك. كل واحد مننا لازم يبقى فاهم هو حدود قدراته فين، وهو هدفه ايه، او بيحلم يبقى ايه. فلو انت راضي بحالك دلوقتي، على فكرة ده حلو جدا. الرضا اصلا هدف الواحد دايما بيسعى انه يوصله. فلو انت مش حاسس انك عايز تطور نفسك، او مبسوط في مكانك، او حاسس ان انت مرتاح نفسيا كده، يا باشا ده اجمل حاجة في الدنيا. فمش لازم يعني تطور نفسك وتذاكر وتنزل مش عارف تعمل ايه وتسيب شغلك، مش لازم كل الحرب النفسية دي خالص. لو انت مش عايز تعمل الكلام ده والدنيا جميلة جدا معاك وحاسس انك مبسوط نفسيا وسعيد، كل الناس على فكرة بتتمنى تبقى زيك كده. وخلي بالك ان في ناس مقدر ليهم انهم اصلا يبقوا موظفين، وفي ناس تانية مقدر ليها ان هي تبقى فريلانسرز ويقعدوا بقى في الدوامة اللي احنا بنرغي فيها دي. فكون ان البني ادم موظف يا جماعة ده ما يعيبوش ابدا ولا يقلل منك يعني سنتي حتى. فخلي بالك ان الحكاية دي ناس كتير للأسف بتقع فيها، وناس بتبقى محرجة وبيجي يقول انا موظف وانا عارف ان ده قليل. خالص يا معلم، انت لا قليل ولا انت مثلا واحد ضايع او فاشل ابدا. هو الفريلانسنج او العمل الحر، او حتى انك تبقى جرافيك ديزاينر او موشن جرافيك ديزاينر، ده حلم احلام ناس نفسها تحقق ده. المهم انك تكون مرتاح نفسيا وانك تكون راضي باللي انت فيه. اما بقى لو انت مش راضي، او عندك طموح زايد عن اللزوم، او نفسك تحقق حلم، او نفسك تنجح وتدغدغ كل ظروفك، قوم دلوقتي ابتدي وتذاكر وطور نفسك. مفيش حاجه تمنعك، حتى الظروف على فكرة المفروض ما تمنعكش. انت ممكن بساعتين كل يوم لمدة 6-7 شهور او مدة سنة تغير مستوى حياتك تماما لناحية تانية 180 درجة. انا نسفت الشوريل بتاعي تقريبا في 8 شهور او 9 شهور وغيرت الدنيا تماما. يعني انا كنت الاول موشن جرافيك ديزاينر، بعد كده دخلت في عالم الانيميشن وفي عالم الانريل انجن والفي ار في تقريبا 7-8 شهور، وبرضو يوميا 4-5 ساعات في اليوم. كنت بضغط نفسي ساعتها، ولكن نسفت حرفيا الشوريل بتاعي، او نسفت شغلي يعني نقلته حتة تانية خالص، ولكن كانت الحكاية تستحق. فلو انت مرتاح في مكانك خليك زي ما انت، ولو مش مرتاح ونفسك تغير دغدغ ظروفك. وده مش كلام تنمية بشرية او تحفيز وخلاص، لا ده عن تجربة شخصية وعن نصيحة اخ، اعتبره بقى اخ كبير او اخ صغير مش هتفرق يعني. وبكده تكون حلقة النهاردة الحمد لله خلصت على خير. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان تشوفوا الحلقات اللي جاية من زاك توك. اشوفكم على خير الحلقة الجاية. كان معاكم محمد زازوق من zacworks.com وzacworks.academy. سلام عليكم.